نتحدث اليوم عن الفصح بدلالاته وقيمه. معنا طبعا الأب أنطوني الخوري، كاهن رعية كنيسة القديس يوسف. يسعد صباحك أبونا، وكل عام وحضرتك بخير. فصح مجيد للجميع. المسيح قام، حقا قام. بالبداية بحب أتشكر أسرة إذاعة الإخبارية السورية على هذه المقابلة. بتشكر كل القيمين. طبعا على استضافتكم بالكنيسة. أهلا وسهلا. هيك كنيستكم، كنيسة الجميع. نتشكركم على استضافتكم، ونتمنى فصح مجيد لكل السوريين ولكل سكان الشرق الأوسط وكل العالم. فصح مجيد وينعاد عليك مرة ثانية أبونا. اليوم مثل ما حكينا بالمقدمة، الظروف صعبة على الناس والضغط عم بيزيد وعقوبات جائرة على بلدنا الحبيب. المعنى الحقيقي لعيد الفصح المجيد اليوم؟ أولا، عيد الفصح هو أساس الأعياد المسيحية، وهو أول عيد بتاريخ الكنيسة جمعاء. كانوا الرسل القديسين بيحتفلوا بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، وكلمة فصح تعني الفشخ، العبور من الموت إلى القيامة. وليس غريب أنه يسائب عيد الفصح ببداية الربيع، لأنه الفصح هو ربيع الكنيسة. الكنيسة دائما بتجدد دائم بوجود يسوع المسيح وبوجود المؤمنين، لأنه كنيسة بلا مؤمنين ما إلى أي معنى. نحن نؤمن بقيامة يسوع المسيح لأنه هو جوهر هيدا الفصح، هو جوهر الأعياد. بيقول القديس بولس الرسول برسالته الأولى لأهل كورنثوس الآية 15: لو لم يقم المسيح لكان إيماننا باطلا. ساعتها بيكون يسوع المسيح مجرد إنسان تاريخي أتى إلى الأرض، ولكنه لأنه قام من بين الأموات نحن نؤمن بقيامة المسيح ونؤمن بعيد الفصح. عيد الفصح له دلالة يهودية. كانوا الرسل الأولين بيحتفلوا بعيد الفصح بذات الوقت مع فصح اليهود. ظلت هيك الكنيسة لسنة 325 لما أمر الإمبراطور قسطنطين أنه يصير في مجمع كنسي، مجمع نيقيا هو أول مجمع بالكنيسة. وهون اتفقوا الأباء القديسين مع الإمبراطور اللي كانوا مجتمعين أنه يغيروا تاريخ عيد الفصح، بيصير بأول أحد بعد اكتمال بدر الربيع، وبيكون قريب لفصح اليهود، لحتى ليقولوا أنه اليهود يلي قتلوا المسيح ما لازم يكونوا هني عم بيعيدوا معنا. عيد الفصح له دلالة إيمانية كبيرة، هو أساس حياتنا الليتورجية كلها. كل أحد لما نحن بنحتفل بالقداس الإلهي منكون عم نحتفل بالفصح الصغير، منكون عم نتحضر كل السنة ببداية الصوم كمان للفصح الكبير يلي بيسائب هيدا الأحد، يلي هو أول أحد بعد اكتمال بدر الربيع. نعم أبونا، ونحن عم نحكي اليوم عن جوهر المسيحية وهو سر الفداء والقيامة، عم نتحدث طبعا عن الفصح المبارك. هاي الأيام ومنتذكر فيها طبعا رحلة السيد المسيح ووصولا إلى القيامة والعبور والحياة المتجددة. كل يوم مثل ما قلنا المواطن السوري وأبناء سوريا وحتى الأبناء أبنائنا بالعالم أجمع عم بيعيشوا هي الحياة مرة تانية. كل يوم في عبور نحو حياة متجددة. خلينا نحكي عن هي المقاربة وكيف بتتجسد معاني الفصح المبارك بهي المقاربة بحياتنا. أولا، الكنيسة والمؤمنين وخصوصا السوريين دائما بمسيرة نحو الفصح، وهيدي المسيرة أكيد تبدأ مع ميلاد السيد يسوع المسيح إلى المعمودية إلى بداية الصوم، تكتمل نحو الفصح. ونحن دائما نطوق إلى هيدا التجدد بحياتنا الروحية. من القيم اللي بيعطينا إياها الفصح أنه نحن لما نتحضر
نبتهج ونفرح بالفصح منكون أولاً عم نعيش الصيام الأربعيني يلي بحثنا دايماً أنه يكون عنا روح التواضع، روح المحبة، روح الحكمة، نعرف نميز الأمور، روح الصبر على الشدائد. ونحن اليوم كسوريين وكلبنانيين وكل سكان الشرق الأوسط عم نعيش هيدا الصبر، لأنه نحن نؤمن أنه سوريا اليوم عم تجلد ويبصق عليها مثل ما بصق على المسيح ومثل ما جلد المسيح، وعم تنصلب كل يوم 1000 مرة، ولكن بعد هيدا الصلب في القيامة. ولو ما الصليب ما كان في قيامة، ولو ما القيامة ما في صليب. ما فينا نحن أبدا نفرق بين الصلب والقيامة. دائما لما نحن تكون عم نعيش أوقات محزنة من بعدها في أوقات مفرحة. أيمتى بتجي هيدي الأوقات المفرحة؟ نحن بده يكون عنا هيدا الإيمان أنه يسوع المسيح هو من يدبر الأمور نحو الأفضل. واليوم سوريا أكيد مقبلة على الاستحقاق الرئاسة بحزيران إذا الله راد. نحن نتمنى يكون هيدا الاستحقاق بداية جديدة لقيامة لسوريا. أكيد نحن منشد على أيدي رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد وعلى أيدي الجنود اللي عم بيبذلوا الغالي والرخيص من أجل الحفاظ على أمن سوريا وعلى أمننا وعلى أمن جميع المؤمنين. وأيضا نحن نتمنى تكون الاستحقاق الجاي بداية قيامة لسوريا من الأزمة اللي هي فيها، لأنه الأزمة الاقتصادية اللي عم نعيشها بتولد أزمة أخلاقية، وكم 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 عم نشهد من أزمات أخلاقية عم تدمر مجتمعنا، عم تدمر شبيبتنا، وعم تخدون نحو المجهول. نعم أبونا، اليوم المؤمنون يرفعون الدعوات والصلوات في جميع الكنائس، لعل وعسى أن يستجيب الله لدعائنا اليوم وتتخفف من وطأ العقوبات التي تفرض على سوريا اليوم. الجانب الروحي لأي مدى يخفف من وطأة هذه العقوبات على نفوسنا، وأيضا يمنح نوع من السكينة والهدوء. دائما الإنسان المؤمن بوقت الشدة وبوقت الفرح بيلجأ للكنيسة وبيلجأ ليسوع المسيح وبيلجأ للصلوات وبيلجأ للقداديس مشان يخفف عن حاله هيدا الثقل. بيقول يسوع المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. والمؤمنون اليوم لما عم بيجوا يصلوا أولا مشان يسوع المسيح يريحهم من كل هيدا الضغط اللي عم بيعيشوا فيه، وأيضا مشان يجددوا هيدي العلاقة بينهم وبين ربهم. وهيدي العلاقة تتجدد كل يوم بالقداس الإلهي. نحن كل ما نحتفل بالقداس منكون عم نحتفل بالفصح، وهيدا الفصح هو بداية واستكمال لمسيرة الإنسان المؤمن يلي بده يجدد علاقته بينه وبين ربه من خلال الفصح. لأنه هو متى ما أتى إلى الكنيسة ليصلي بيكون هون هو عم بيخفف عن حاله هيدي الأمور الدنيوية يلي بتضل شغلة باله وبتضل مخصى حياته كل يوم، لسيما بظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نمر بها جميعا.
أبونا، بمثل هالأيام من العام الماضي لم تستقبل الكنائس المؤمنين للصلوات طبعا في الأعياد بسبب الحظر. الحمد لله هلأ ما عم بنمر بحظر، والمؤمنين عم يجوا يصلوا والكنائس مفتوحة ودور العبادة مفتوحة، ولكن المسؤولية أصبحت أكبر. اليوم أي مؤمن بيجي للصلاة بيكون مثل ما بيقولوا عم يرمي همومه جوات الكنيسة، ولكن أيضا في دور توعوي تحمله الكنيسة من أجل التوعية، من أجل الحفاظ على سلامة الأشخاص، وخصوصا كبار السن والأطفال اللي ممكن يدخلوا ويتواجدوا بالكنائس. اليوم نحكي عن هاي المسؤولية اللي حملتوها خلال هذا العام، وأكيد بظل طبعا هاي الذروة الثالثة والأعياد عم تيجي بهذا الوقت بظل الجائحة كورونا. أكيد السنة الماضية إذا بدنا نكون إيجابيين وناخد شيء إيجابي من اللي صار، أنه كل بيوت العالم كانت هي تحولت إلى طبعاً كنائس. هلأ صحيح الواحد عم بيصلي من وراء الآيباد أو من وراء الموبايل، ولكن هيدي الصلوات بيقدر هو يرجع يصليها شخصيا. نحن ما وقفنا المناولات سنة الماضية بأحد الفصح رغم الحظر. نحن فتحنا أبواب الكنيسة بعد الظهر، يفوتوا المؤمنين شخص وراء شخص يتناولوا جسد ودم رب يسوع المسيح القائم من بين الأموات، لحد ما الدولة السورية سمحت لنا نرجع نفتح الكنائس، ومن بعد ما السلطات الكنسية كمان سمحتنا نفتح الكنائس، أخذنا كل إجراءاتنا من التعقيم للبس الكمامة يعني إلزامية الكاهن والشعب للتباعد، حتى يعني حاطين صح توجيهات صح عند دخول أي حدا. والسفارة البابوية مشكورة قدمت لنا جهازين فحص حرارة، فكل حدا بيفوت على الكنيسة حرارته فوق 37.5 نعتذر منه عن الباب، ارتاح ببيتك. ونحن الكهنة نقوم بواجبنا بأنه نروح نصلي لهم بالبيت ونعطيهم سر مسحة المرضى وسر الإفخارستية، منصلي لهم. وأيضا نحن بالكنيسة هون عنا مستوصف صحي، هلأ بعد شوي الأنسة سيلفا بتحكينا عن دور المستوصف الصحي يلي بيشمل كل المجالات الطبية. الشخص يلي عنا بيكون مريض بيقدر يستفيد من خدمات هيدا المستوصف، لأنه بالنهاية ليس دور الكنيسة فقط الصلاة، هي دور رعاية. صح، الكنيسة قبل الصلاة هي أم ومعلمة، قبل ما تكون معلمة هي أم، والأم أكيد بهمها أولادها وبهمها تتطلع لحاجات أولادها. أكيد نشكرك أبونا جزيل الشكر على الاستضافة وعلى هي الروح المعنوية والطمأنينة والروحانية اللي عطيتنا إياها اليوم. فصح مجيد ينعاد عليك وعلى جميع السوريين، شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم، هيدي كنيستكم وهيدا بيتكم، نتمنى فصح مجيد لجميع السوريين، لحضراتكم، لإلكم ولكل أحبابكم. المسيح قام، حقا قام، فصح مجيد للجميع. شكرا لك أبونا، شكرا مرة ثانية على استضافتنا بالكنيسة، شكرا لك. ميت أهلا وسهلا.